كيف نختار الامتياز التجاري؟ إذن بمجرد اتخاذ القرار بشأن نوع العمل والامتياز التجاري اللي بيثير اهتمامنا، اللي أقرب شيء لشخصيتنا وأكثر شيء بهمنا، لازم أول شيء نقيم قوة مانح الامتياز، لأنه هذه خطة العمل رح تعطينا فكرة كتير واضحة عن مانح الامتياز، من هو، من وين جاي، شو خطة عمله، شو أهدافه التجارية، شو أسواقه التنافسية. بس كمان لازم نعرف قوته بالسوق، هل عنده شو بتحرى عن خلفيته، هل عنده مشاكل، هل عنده إذا هو هل هالشخص كمان مانح امتيازات لأشخاص تانين، هل هن مبسوطين، كيف هل هن ناجحين. إذا نشوف كمان نسبة نجاح ممنوحي الامتياز القائمين، هل هن مبسوطين من مانح الامتياز، هل هن عم يعملوا أرباح. إلنا حق نحن قبل ما ناخد حق امتياز إنه نسأل هيدي الأسئلة، أوكي، ونتحرى عن أي ممنوح امتياز سابق. إذا كان في أشخاص كانوا مشتريين حق الامتياز وتركوا لسبب من الأسباب، نعرف ليه تركوا، هل صار في مشاكل، هل هني تركوا لأنه خسروا، هل هني تركوا لأن ما عرفوا، ما كان عندهم المؤهلات اللازمة. هيدا من حقنا إنه نعرف هذه المعلومات، وأنا بقترح عليكم أنه تستشيروا محامي ومحاسب متخصصين بالامتيازات التجارية، لأنه بهالأمور هذه ممكن أوقات يكون في أشياء قانونية، الأفضل أنه تستشيروا شخص عنده هذه الخبرة ليساعدكم أكثر. كمان لازم ناخد العوامل التالية بعين الاعتبار، لازم مثل ما قلت ناخد العوامل، المهارات والقدرات الحالية، أنا شو بعرف أعمل، التكاليف والنفقات، طلب السوق، هل هالسوق بده هالعمل اللي نحن بدنا نخوض فيه، المنافسة، اسم العلامة التجارية وعرض القيمة، التدريب والدعم. برجع بعيد، هودي كتير مهمين، هودي عناصر كتير مهمين لأي شخص بده يخوض عملية شراء امتياز. التجربة الخاصة بمنح الامتياز، خطط مانح الامتياز التوسيعية، هيدا مانح الامتياز وين بده يعطي كمان امتيازات، هل هو بده يعطيك حق الامتياز ويعطي جارك حق الامتياز وتصير في تنافس هائل بيناتكم، هيدا من حقك انك تعرفه قبل ما تخوض هيدي العملية.